عيار الدينار الإسلامي الجزء الأول الدينار الأموي. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية قسم المسكات الإسلامية. يعرف العيار اصطلاحا بأنه درجة نقاء المعدن أو نسبة المعدن الخالص في تركيبة المسكوكة أو السبيكة. فالمعدن النقي هو الذي لا تشوبه شائبة من معدن خسيس أو بقايا خبث الفلز. وفي المنظور الشرعي فإن الدينار هو نقد مسكوك من الذهب الخالص الذي يزن 72 حبة شعير متوسطة الحجم لا كبيرة ولا صغيرة، وهو يعادل 24 قيراطا، والقيراط وحدة قياس نقاوة أو صفاء الذهب، وهو أيضا وحدة وزن، ويعادل 1/24 من الدينار في معايير بلاد الشام، وهو نصف عشر الدينار في أكثر البلدان. تداول العرب العملات البيزنطية في الجاهلية وصدر الإسلام، وكان عيار الذهبية منها عاليا جدا فبلغ 99%، واستمر تداولها إلى مطلع عهد الخلافة الأموية. ثم بدأ الأمويون يفكرون جديا في إصدار النقد الإسلامي الخاص، وتكللت جهودهم بإصدار الدينار العربي الصرف سنة 77 هجرية. قبل ظهور الدينار الأموي العربي الصرف، سك الأمويون الدنانير المقلدة للدينار البيزنطي، وذلك في عدة مراحل بدأت بالتقليد الكامل مع طمس الرموز المسيحية مثل الصلبان، وعرفت بمرحلة السولد المقلد، ثم مرحلة التقليد الجزئي التي ظهرت فيها العبارات بالعربية ضمن قالب التصميم البيزنطي، وعرفت بمرحلة السولد المعرب، ثم مرحلة التقليد الجزئي باستبدال صورة الإمبراطور البيزنطي بتصوير الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وهي مرحلة دنانير الخليفة الواقف. وكان عيار الدنانير البيزنطية عاليا، إذ حافظ البيزنطيون على هذا العيار عند نسب تراوحت بين 950 و980 قيراطا، وكان الوزن الرسمي للدينار أو السولدي أكثر قليلا من 4.5 غرام، أي ما يعادل 4.52 غرام من الغرام. ولم تبتعد الدنانير الأموية المضروبة على الطراز البيزنطي عن أعراف السكة البيزنطية، وتحديدا من حيث العيار، فكان عيارها يزيد على 916، وصل أحيانا إلى 970 يزيد أو يقل عن ذلك. وكانت اختلافات العيار على الرغم من وجود الإرادة السياسية من أعلى سلطة ممثلة في الخليفة تظهر بين فترة وأخرى، لأسباب أهمها قدرة دار السكة على تجويد العيار والتقنيات المستخدمة في ذلك، وطبعا جودة الفلز المستخدم في السكة. وقد ظهرت عدة ضروب ونماذج للسولد المقلد، وكان عيارها 22 قيراطا على الأقل. ويرجح أن السولد المعرب أو الدينار الأموي ذي المأثورات العربية المضروب على الطراز البيزنطي قد سك في عاصمة الخلافة دمشق في سنة 72 هجرية، وقد ظهرت عليه عبارة بسم الله لا إله إلا الله وحده محمد رسول الله في الطوق النصي على الظهر، محيطة بتصوير المدرج ذي العمود. وكان وزنه مطابقا تقريبا للوزن الشرعي للدينار، أي 4.25 غرام، وهو عالي العيار عند مستوى 23 قيراطا. ثم بدأ دينار الخليفة الواقف بالظهور، وتحديدا تلك الضروب مفلة التاريخ التي يرجح أنها سكت حوالي سنة 74 هجرية، لكنها تورد مكان السكة على غرار أفلاس الخليفة الواقف عامة، ومثالها ما ضرب في دمشق وحمص وربما فلسطين. وتعد هذه الضروب نماذج أولية تجريبية ولم تسك على نطاق واسع، وكانت عالية العيار إذ بلغ عيار بعضها 22 قيراطا و18 القيراط، أي ما يعادل 95%، كما هو موضح هنا في تركيب دينار الخليفة الواقف المضروب في حمص. إذ يشير التحليل الكيميائي النوعي إلى وجود عناصر أخرى أهمها النحاس بنسبة 3.9%، ثم الفضة والبلاديوم والزنك بنسب تقل بمجموعها عن 1%، ويعد كل ما زاد من العناصر الأخرى على 2% من نسبة سبيكة الذهب من الإضافات المتعمدة، أي التي تعمد مسؤول دار السكة ومسؤول العيار إضافتها لتقسية الدينار وتقويته. وربما يدخل تركيز الفضة الذي يقل عن 1% أيضا ضمن الإضافات المتعمدة، أو ربما يكون وجوده مصادفة. وإن وجود العناصر ذات التركيز المنخفض جدا وهي البلاديوم والزنك يعود إلى مصدر المواد الخام أو الفلز، أي إلى البيئة الطبيعية التي استخلص منها، وهو يساعد على تصنيف المسكوكات الذهبية والمسكوكات عامة بحسب مصادر خاماتها. ووفقا للدليل النمي المتوفر، ظهرت دنانير الخليفة الواقف المؤرخة ومغفلة مكان السكة ما بين سنتي 74 هجرية و77 هجرية، ولم تسك بأعداد كبيرة، ولعلها استخدمت في حاضرة الخلافة دون غيرها، وتميزت بأنها أوردت التاريخ ضمن مأثورة الظهر بسم الله ضرب هذا الدينار سنة 74
أو 75 أو 76 أو 77. كان وزن هذه الدنانير مقاربا لوزن السوليدوس البيزنطي أي 4.5 غرامات، ولم يقل عيارها عن 22 قيراطا، ويرجح أنها ضربت جميعا في دمشق. وأخيرا تكللت تلك الجهود وختمت تلك المراحل بإصدار الأمويين للدينار العربي الصرف الأول سنة 77 هجرية في عهد عبد الملك بن مروان، الذي راعى فيه الالتزام بجودة العيار ومعايير الوزن والحجم. ومن معاينة العينات الموجودة من هذا الدينار فإن عياره يتحدد بحوالي 22 قيراطا أو ما يعادل 917 بالألف تقريبا، وقد سار في سكته على معيار الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنقد الذهبي الذي حدد وزن الدينار بأربعة غرامات وربع الغرام وعياره ب 22 قيراطا أو ما يعادل 917 بالألف. ومنذ ذلك الحين بذلت المحاولات لرفع جودة عيار الدينار، وكانت محاولة تجويده تعتمد على طرائق التنقية والفلز المستخدم، وقد تراوح عيار الدينار الأموي عموما بين 21 و 22 قيراطا، وزاد على ذلك في بعض الأحيان، إذ إن أقل مستوى بلغه عيار الدينار الأموي وصل إلى حوالي 21 قيراطا و12 جزءا بالمئة من القيراط، أي ما يعادل 880 أو 879 بالألف. ومثاله دينار يزيد بن عبد الملك الذي ضرب في سنة 400 هجرية. أما أعلى مستوى لهذا العيار فقد بلغ 23 قيراطا و928 جزءا بالألف من القيراط، أي حوالي 997 بالألف. ومثاله دينار سليمان بن عبد الملك الذي ضرب في سنة 97 هجرية. بموجز القول تمثل النقود مقياسا صادقا لقوة الدولة الاقتصادية، وتعبر أحوالها عما يعتري النظام الاقتصادي من قوة أو ضعف. ويمكن القول أن الدينار الأموي في مختلف مراحل نشأته وتطوره كان عالي العيار تطبيقا للسنة النبوية المطهرة وما أقره الخلفاء الراشدون من قواعد الوزن والنقاء في عيار الذهب والفضة باعتبارهما نقدا في جميع حالاتهما، كما تأثر عيار الدينار بالأعراف النقدية التي سار عليها البيزنطيون الذين سكوا السوليدوس من الذهب عالي العيار وحافظوا على معاييرهم وتشددوا بها على الأقل على امتداد قرون عدة. وكان هذا دليلا أيضا على قوة الدولة البيزنطية ونظامها النقدي في تلك الفترة، وقد ساهمت الظروف التاريخية والسياسية في تلك الفترة في انتشار النظام النقدي البيزنطي وفي الأثر الكبير الذي أحدثه في النظام النقدي الإسلامي في مختلف مراحل تطور الدولة الإسلامية.